اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده من برنامجكم بيني وبينكم. بيني وبينكم بنمسي عليكم، نتمنى ان انتوا تواصلوا معانا لاخر الحلقه. الحلقه شيقه، فيها حاجات كتير، فيها فيديوهات مهمه جدا هتهم كل واحد. كمان هنتكلم عن موضوع الهجره والاخبار الجديده اللي بتتداول في العالم كله عن قرارات الرئيس ترامب. حلقه شيقه جميله، تابعونا. نرحب بشيرين. اهلا بيك يا هايدي، مساء أهلا الخير. شيرين، اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، مساء الخير عليكم. وحشتونا من الاسبوع اللي فات للاسبوع ده، وبنبقى مبسوطين قوي لمشاركتكم معانا اثناء الحلقه، سواء بتعليقاتكم على الاحداث او الاخبار اللي موجوده او الاجابه على السؤال اللي هتقوله لنا هايدي دلوقتي. مبسوطين قوي بوجودكم معانا، وان شاء الله يعني نكون عند حسن ظنكم على مدار الوقت اللي هنقضيه معاكم. كلمونا على 919-391-7000. اتفضلوا. زي ما احنا متعودين، الفقرة الأولانية بتبتدي بالسؤال، والسؤال زي ما هو موجود أمامكم على الشاشة: أذكر أول عقوبة إلهية جماعية في الكتاب المقدس. أذكر أول عقوبة إلهية جماعية في الكتاب المقدس. أظن مفيش أسهل من كده بقى، يعني سؤال سهل جدا. اتصلوا بينا وهنستنى مكالماتكم والإجابة على السؤال. أيضا عندنا الفقرة اللي بعديها أعياد الميلاد، نشوف مين عندنا. حبيبة قلبي إيفيد غالي، كل سنة وانت طيبة يا إيفيد، عقبال 100 سنة. رضوى عبد المنعم، كل سنة وانت طيبة يا رضوى، عقبال 100 سنة حبيبتي. أستاذنا الكبير الأستاذ رأفت صليب، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة. لكل أحبائنا الأعياد ميلادهم كل سنة هم طيبين. واسمحوا لي أشارك حضراتكم بالفقرة الروحية النهاردة، وهي عن عدم الطاعة أو العصيان. إن العصيان هي خطيئة يدفعنا إليها عدو الخير ليفصلنا عن الله وعن محبته. فعندما نرفض أن ننفذ وصايا الله المقدسة على الرغم من معرفتنا أن تلك الوصايا هي لخيرنا، فإننا بذلك نعصى ما أمرنا الله به وخرجنا عن طاعة الله. مفهوم العصيان يعني التمرد الصريح ضد الله وضد وصاياه المقدسة. فعندما نشعر بعدم الرضا عن الظروف التي نعيشها، ينبغي أن نحترس، لأن هذا الأمر يمكن أن يتطور إلى تذمر ضد الله، وأخيرا يصل التذمر إلى التمرد، وهو خطية كبيرة، لأن الكتاب المقدس يساوي بين التمرد وعبادة الأوثان، وكلاهما يؤديان إلى الموت. أسباب التذمر والعصيان: ضعف الإيمان حيث يقودنا إلى الشك في أعمال الله، عدم التسليم الكامل لله، ضعف الإرادة والفشل. أعراض التذمر والعصيان: رفض إرادة الله، الرفض الدائم لنصح الآخرين، الشكوى المستمرة. ومن النتائج المترتبة على التذمر والعصيان: يفصل الإنسان عن الله، فقدان السلام مع الله ومع الآخرين، يجعل الإنسان فريسة سهلة للشيطان. علاج التذمر أعزائي المشاهدين هو التدريب على حياة الشكر، الاكتفاء بما نحن فيه، عدم احتقار عطايا الله مهما كانت قليلة، حياة التسليم الكامل لله، الهروب من أي فكر أو أي حوار عن التذمر. ربنا يعطينا روح القبول ويعطينا روح التسليم دايما دايما، لان حقيقي بجد في حاجات ممكن ما نكونش بنحس بيها، ودي بتبقى زي الثعالب الصغيره، حاجات ما تخليناش ما نحسش ان احنا بنعمل خطيه، لكن متضايقين من ظروفنا، متضايقين من احوالنا، متضايقين من اللي حوالينا. لو طلبنا دايما في صلواتنا ان الرب يدينا نعمه في عيون الاخرين ويعطيهم نعمه في عيوننا، اكيد حاجات كتير هتتغير. ربنا معاكم، وبتمنى لكم من قلبي قلوب صافيه ومحبه. امين. امين. السلام الداخلي مهم، مهم جدا. قوي طبعا. قوي في الظل اللي انت يعني الاجواء اللي انت عايشاها صعبه شويه، محتاجه لسلام داخلي عميق يعني. مش كده بس، بالتمرين نقدر. نعم. اكيد. نعم. كله بيجي يعني. طيب هندخل في الاخبار بتاعتنا، وطبعا الدنيا مقلوبه والكل عمال يتكلم عن موضوع الهجره وال يعني الحاجات اللي حصلت. بس في شان هينيتي معروف جدا، مذيع ممتاز على فوكس نيوز، منزل ريمايندر، لو نشوف على الشاشه، بيقول: ترامب didn't choose the Muslim ban nation
ده اوباما ادمنستريشن ديد، يعني مش ترامب اللي اعطى القرار بمنع المسلمين ولكن اداره اوباما. بريزيدنت ترامب هاز كام اندر فاير، من يعني حط محطوط تحت فعلا نيران جامده جدا، و يعني متشددين وعايزين يوقعوه باي طريقه، فنسيوا خالص ان القرارات دي كانت موجوده قبل كده. كان في بدايه الاسبوع قام الليبراليين بالتعقيب على ان في السبع دول دول ليه ما تضافش عليهم السعوديه، على الرغم ان السعوديه معروف جدا ان هي كان اكتر ناس عملت 11 سبتمبر كانوا من السعوديه، ومعروف طبعا تفكير السعوديه وتفكير التكفيريين واساسا بن لادن من هناك، ويعني معروف جدا. واتهموه ايضا بانه على علاقه وثيقه بالسعوديه وفي بزنس ما بينهم وبين بعض وهو ده السبب. لكن الليسته بتاعت الست بلدان دي كان قانون مضاه اوباما في اوائل 2006، وديبارتمنت اوف هوملاند سيكيورتي ليستد البلدان دي دوس نيشن ان ابريس ريليس في فبراير 2016. الست بلدان دول هم ايران، او السبعه ايران والعراق وسوريا واليمن وصوماليا والسودان وليبيا. طبعا من المحتمل والمحتمل جدا يعني ان ممكن يضاف ايضا بلدان تانية، يعني متوقعين. في البرنامج هنتكلم اكتر شوية عن الموضوع ده، بس في فيديو احب افكر الناس بيه. كان الرئيس السابق كلينتون اتكلم عن نفس الموضوع وما حدش اثار اي جدل حوالين الموضوع ده. نشوف الفيديو مع بعض ونرجع تاني. Americans, not only in the states most heavily affected, but in every place in this country are rightly disturbed by the large numbers of illegal aliens entering our country. The jobs they hold might otherwise be held by citizens or legal immigrants. The public service they use impose burdens on our taxpayers. That's why our administration has moved aggressively to secure our borders more by hiring a record number of new border guards. يعني ولا حد قال له ازاي تعمل في اللي جايين لاجئين ولا جايين غير قانوني ولا الناس اللي قاعده، ولا هيعمل لهم ديبورتيشن وتوايز اس ماتش بيفور، يعني هيعمل وهيشدد ان هي تكون اكتر عقوبه لان المصاريف اللي بتتصرف عليهم من التاكس باير بتاعتنا احنا، يعني احنا بندفعها عن طريق التاكسز، الضرايب بتاعتنا احنا بنجيب الناس دي. الفكرة ان بلد فيها قانون لازم يفعل القانون. الرئيس ترامب بيحاول ينفذ القانون، هو ما اخترعش حاجة جديدة، لا دي حاجة واتقالت قبل كده والكونجرس وافق على حاجات كتيرة قبل كده. الفكرة ان هو من قبل ما يظهر او من قبل ما يعمل الحلفان، يؤدي الحلفان بتاعه ويبقى فعلا الرئيس الامريكي، وحاطينه في دماغهم ان هو متعصب جدا وهيعمل مشاكل كبيره مع الناس ومع، يعني بيحاولوا يقللوا من الحاجات الجميله اللي ممكن تتعمل ولكن باصين لها بنظره تعصبيه. حتى النساء، حتى المراه بيتهموه ان هو ضد المراه، والراجل ما عملش لسه حاجه، الراجل لسه بقاله ايام بسيطه ولسه يعني يدوله الفرصه كرئيس ان هو ينفذ حاجات عملها، وده لامان البلد. يعني لو حد بيفكر ان كل الحاجات اللي حصلت من اللاجئين في اوروبا وفي المانيا وبالذات في المانيا وفي اماكن كتيره في اوروبا، دخلوا لاجئين من غير اي دي، ما تعرفش مين هويته، من غير هويه دخلوهم. النهارده المانيا في مشكله كبيره جدا جدا عشان اللاجئين دول مش عارفين يعملوا عليهم كنترول، وعاملين ارهاب رهيب في المانيا، والحقوق بتاعه الالمان يعني ضاعت. ناس جايه بفكر مختلف بطبيعه، انا مش بقول الكل بصراحه، يعني برضه الواحد لازم يكون عادل، بس انا بقول لو حتى 80% كويسين او حتى 90% كويسين، فممكن 10% دول يكونوا من دواعش او من الفكر التكفيري او وات ايفر، دول هيأثروا على البلاد
بشكل أقوى من الـ 80 أو 90%. في جزء تاني حابة أن أنا أشارككم بيه، مجرد توضيح بس، يعني كثرت طبعا الأسئلة حوالين قرارات السيد ترامب بخصوص الهجرة والمهاجرين. أي شخص بيحمل الجنسية الأمريكية بيعامل كأنه أمريكي بالظبط، يدخل ويخرج زي ما هو عايز. يعني بنوضح، اللي معاه الجنسية الأمريكية ما عندهوش أي مشكلة، يقدر يدخل ويطلع في أي وقت زي ما هو عايز. الحاجة التانية، لو بيحمل جرين كارد أو فيزا من أي نوع، أي نوع فيزا، وكان من البلدان اللي هي اتقال عليها قبل كده، العراق والصومال وإيران والسودان وليبيا واليمن وسوريا، دول مجرد خروجهم من أمريكا هيبقى صعب دخولهم تاني، لا يحق له العودة ثانية لأمريكا. يعني أي حد يعني يحاول يسأل طبعا محامي ويحاول ياخد إجراءات قبل خروجه من البلدين عشان يضمن ان هو يرجع تاني. حتى لو كان معاه جرين كارد لم ينتهي او فيزا لم تنتهي ولكنه من البلدان دي، فبيبقى عليهم قوانين. اما اذا كان سوري لكن معاه جنسية امريكية، فمن حقه السفر والعودة مثل ما شاء، ولو حقوق المواطنة الامريكية وله حقوق المواطنة الامريكية كاملة. وإذا كان من أي دولة ليست من ضمن الدول السبعة السابق ذكرها، فيمكنه أن يسافر في أي وقت، ولكن عند عودته ممكن ما يتسمحش لي بالدخول، لأنه ممكن عبال ما يخرج ويجي يدخل تاني أمريكا يكون الدولة بتاعته اللي هي دولته الأصلية اتحطت في الليستة، فهيبقى صعب جدا دخوله مرة تاني. طبعا من المحتمل ان مصر فعلا تبقى من ضمن هذه المجموعة، فاللي عنده جرين كارد او اللي عنده فيزا اي نوع من اي نوع من انواع الفيزا يحاول يخلي باله جدا جدا ان هو لو بره ياريت يدخل بسرعة قبل ما يحصل انها مصر تحط في الليست تاني. انا حاسة ان في ناس تعبانة ومتضايقة وقلقانة، لكن في النهاية اللي وصلنا للنقطة دي هو الإرهاب العالمي اللي دخل البلاد الآمنة اللي فتحت بابها وقلبها وحياتها لناس من ضمنهم كتير ناس لا تستحق، فاتاخد العاطل مع الباطل. وللأسف للأسف إن أسر هتتبهدل وعائلات هتتشتت بسبب هذا القرار، ولكن هو قرار تمبراري مؤقت لمدة 3 شهور ده اللي اتقال. فمعرفش، يعني نحاول ان احنا نصلي فعلا، نصلي ان ربنا يدي للرجل ده الحكمة الحكمة الحكمة، ويد الله تملك قلوب الملوك. اتمنى ان يكون ده حل من ضمن الحلول اللي لازم تتخذ عشان حماية البلد من اي ارهاب. امين. في معنى تليفونات. بنت الملك، هلو، مساء الخير. اهلا، مساء النور، ازيك يا رامي؟ اهلا بيك يا حبيبتي. اهلا بيك. الحمد لله. الحمد لله. العقاب كان الطوفان مع الايام نوح. طيب بنت الملك، طيب بنت الملك، عندك اي اضافه تحبي تضيفيها؟ لا لا، مشكلة. شكرا. شكرا ليك يا حبيبتي. شكرا ليك. مع السلامه. مع السلامه. هو انا اللي عندي اضافه، معلش يا هدي. يعني انت جبتي في الفيديو في الجزء الاولاني كلينتون لما طلع وقال ما على الناس اللي الميجرانت، اللي داخلين اللاجئين او اللي داخلين الليجل، ما حدش كلمه. ايه بقى اللي جد؟ الناس اللي موجوده اللي دخلت ما بين الفتره دي والفتره اللي فيها ترامب لحد دلوقتي. صح. الناس دي مين بقى اللي فتحوا لهم الباب؟ مين بقى؟ ما هم بقى دول اللي بيقولوا لهم ما تجوش دلوقتي. يعني الراجل قالها ممكن، عارفه صراحه كان عندي الفرصه ان انا اتابع الحاجات دي على التي في، شفت لقطه CNN جابتها بسرعه كده وما بينوهاش،
قبل ما تظهر البنت دي على الفيديوهات بعد كده، البنت المحجبه اللي نزلت من على المنصه دي، كانت حته صغيره قوي سي ان ان كانت جايبه، يعني تكاد لا يعني تكاد تذكر، يمكن شفناها بعد كده على فوكس نيوز باستفاضه. لكن الناس اللي موجوده من الفتره دي للفتره دي هي دي اللي عملت كده. يعني الراجل واخد مستشارين ستات، فين مشكلته مع المراه اللي نزلوا من ساعه ما حلف او قال اليمين بتاعهم يمين الرئاسه لحد من اوله ابتدت المظاهرات والستات تنزل، وحقوق المراه، حقوق المراه فين يا ست؟ كل ما انت اوريدي مختارك مستشارين ومختارك وزراء يعني وسايبها تتكلم جنبها في اي حاجه يعني نديهم الفرصه والحريه يتكلموا زي ما هم عايزين. الناس دي مش بيحمدوا ربنا، ما بيقولوش احنا هنا افضل من لما كنا في بلادنا. يعني لو نزلوا بلادهم الناس دي اللي بتعترض، احنا النهارده في امان وفي سلام وكل الحقوق، والبلد بتصرف على الناس دي من التاكس باير بتاعتنا، من الفلوس بتاعتنا اللي احنا بندفعها، الضرايب بتاعتنا، ولكن احنا بنقول اوكي، بس على الاقل احمدوا ربنا بقى. يعني ما ينفعش ان انتوا معترضين يعني حقيقي، بتروحوا في اي مكان عايزين مشاكل. ده جو التسخين يا هايدي اللي اي مكان عايزين مشاكل. من 25 يناير التسخين. يعني انا لما شفت المظاهرات دي حسيت ان انا في في في, في ميدان التحرير، يعني عارفه بالمنظر ده بنفس الشكل للاسف، والتكسير والتخريب دي حاجات غريبه أمريكا. على بالظبط، حاجات غريبه على الشعب الامريكي على فكره. بس ده كل ده دول يعني الناس الوافدين بقى اللي هو بيحاول ينظمها شويه دلوقتي. عندي خبر تاني بس هو جاي عن السي ان ان. طبعا احنا كلنا عارفين ان السي ان ان شويه ضد، يعني شويه صغيرين شويه كتير ضد ترامب وافكاره واراء. شرط جديد سيفرض على المسافرين عند دخولهم الى الولايات المتحده. بيقولوا يبدو ان اداره ترامب لن تكتفي بقرارها بشان المنع المؤقت لدخول مواطنين من 7 دول، وذلك بعد ورود انباء عن نيتها فرض شرط جديد على جميع الزوار الاجانب الراغبين في دخول الولايات المتحده، يعني الناس اللي جايه as a visitor. يعني يتمثل الشرط الجديد في ايه بقى؟ هي نقلته سي ان ان عن مصدر لم تسميه، في الزام الزائرين باطلاع السلطات الامريكيه على نشاطهم الالكتروني والمواقع التي يزورونها ومواقع التواصل الاجتماعي المشتركين فيها، بالإضافة إلى مشاركة السلطة الأمريكية كل أرقام الهواتف التي بحوزتهم قبل دخولهم البلاد. أوضحت السي إن إن يوم الأحد أن أولئك الذين لا يستجيبون لهذا الطلب يمكن أن يحرموا من دخول الولايات المتحدة، وأشار المسؤول إلى أن المقترح لا زال مبدئيا ومحل الدراسة. كما ذكرت السي إن إن أيضا أن مدير سياسة البيت الأبيض ستيفن ميلر تحدث إلى مسؤولين من وزارة الخارجية والجمارك وحرس الحدود ووزارة الأمن الداخلي لمناقشة فرض هذا الشرط الجديد. هم بيحاولوا يأمنوا نفسهم بأي شكل، إذا كنت أنت جاي تتفسح هنا يبقى احنا من حقنا نعرف أنت بتفكر إزاي. وأعتقد في الفترة الأخيرة حضراتكم لاحظتوا أن في ناس كتير نتيجة أفكارها وتوجهاتها اللي كانت موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي قدروا يوصلوا لإرهابيين، وده يمكن ظاهر قوي أكتر في أوروبا، قدروا يوصلوا لإرهابيين عن طريق متابعتهم للمواقع دي. صدقوني مش غلط انه يحافظ، دستوري ولا مش دستوري ده اللي هنعرفه، يمكن معانا اخبار بتتكلم عن الموضوع ده. البلد كتير قوي اكيد هياخدوا بالهم من بلدهم بعد كده. ميركل مش عاجبها دلوقتي اللي بيعمله ترامب، بس انت خربتي المانيا اوريدي. في بريطانيا مش مبسوطين من تريزا ماي علشان هي دعته انه يقابل ملكه بريطانيا، لكن انتوا خربتوا بريطانيا برضه. فيعني اعتقد ان الصوت العالي اللي في المانيا والصوت العالي اللي في انجلترا ده، بصوا لبلادكم الاول هتلاقوها اتخربت بسبب القرارات اللي انتوا اخدتوها. يعني الخبر اللي عندي بقى يا شيرين، عشان انت والسفر وكده، في نازل على الانترنت، نشوف مع بعض الخبر اللي بعد كده عشان بس اقراه. ايضا موجود حتى لا تبدو مسلما في مطار امريكا. اتخفى بقى. انتشر تسجيل بين الطلاب المبتعثين يشرح الأسئلة التي قد يتلقاها الطالب من رجال الحدود الأمريكيين تبعا للإجراءات الجديدة التي وقعها ترامب في أول الأسبوع. عمل له كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية صاحب التسجيل كان يطالب الطلاب بأن يجيبوا
عن أسئلة مثل: هل تؤمن بوجوب الحكم بالشريعة؟ وأيضا نصحهم بتغيير آرائهم حول الشذوذ وتنفيذ الحدود بالسيف الأخ. طبعا الموضوع أكبر من كده، الناس واعية على فكرة وهم مش سهلين ويقدروا يردوا، بس ربنا يدي النعمة فعلا والحكمة لصحاب القرار واللي بيتحطوا في المواقف دي. وبرضه هنبص وهنشوف في الأخبار اللي جاية بعد كده هيحصل ظلم، مش هيحصل، هيبقى في تفاوت في حاجات، القانون مش هيتنفذ بحذافيره ومش بأمانة. ولكن قرار زي ده كان فعلا لازم يتاخد ومن زمان. ما ينفعش ان احنا نفتح الحدود على مصراعيها والابواب على مصراعيها عشان يدخل اللي بيقدر البلد واللي ما بيحبهاش وعايز يأذيها. ربنا يحمينا ويحمي امريكا والعالم كله يا رب. لا بصي، يعني اوام فكروا ازاي يحلوا المشكله، اكدبي اتس اوكي، اعملي عكس شرع الله، اتس اوكي، يبقى تقيه. ما هو كان القرضاوي مره قال لهم كده على فكره، بس ده من زمان، ده الراجل ده عنده شفافيه عاليه قوي. قال لهم من زمان يعني لو حسيتوا ان تدينكم هيأثر عليكم في وجودكم في الدول دي غيروا ده. يعني الستات مش لازم تتحجب، انا مش هقدر اقول هو قال ايه، مش هقدر اقولها. الرجاله برضو يحلقوا دقنهم وحاجات كده ويلبسوا زي ما هم بيلبسوا، مشجر وملون وشرطات وعادي خالص. لكن عشان يندمجوا جوه المجتمع. بصي الفكر ده، الفكر فالناس دي يعني صدقوني هنا بسطة قوي وسهل قوي يضحكي عليهم قوي، لان الناس اللي في الشارع دي ضحك عليها كويس جدا، سواء بالفكر والحاجات بتاعت اللي هي الفريدم بقى والحاجات دي، من حقهم وحرام بالظبط كده، او بالفلوس، لان كان في فلوس برضو في الموضوع يعني. خلينا برضو خبر كان اتقال والدنيا قامت وما عادتش عن ان ترامب عايز كان ينقل السفارة للقدس. طبعا نقل السفارة الامريكية للقدس ده يعني موضوع تاني خالص واعتراف تاني وحاجات كبيرة قوي. بس اللي اتقال بقى في وجود الملك عبدالله كان النهاردة ان دونالد ترامب لم تتخذ بعد قرار نهائي بشان نقل السفاره الامريكيه في اسرائيل من تل ابيب الى القدس. وجاء في بيان صدر عقب اللقاء بين العاهل الاردني عبد الله الثاني ونائب الرئيس الامريكي مايكل بنس في واشنطن النهارده الاثنين، ان الطرفين بحث اراء الملك بشان التغيير المحتمل المتعلق بالسفاره، وافضل الطرق لتحقيق تقدم شامل بين اسرائيل والفلسطينيين. ولم يورد البيان مزيدا من التفاصيل حول اللقاء، بينما قال متحدث باسم البيت الأبيض أن نائب الرئيس رحب بطروحات ملك الأردن، مؤكدا أن الولايات المتحدة في المراحل الأولية من عملية اتخاذ القرار بنقل السفارة. ولا تزال المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية متوقفة منذ أبريل 2014 بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان وقبول حدود 67 كأساس للتفاوض والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. في حال إقدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نقل السفارة، فسيعني ذلك اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل، وهو ما لا تعترف به الأمم المتحدة، ويرفض الفلسطينيين الذين يطالبون بدولة على حدود عام 67 عاصمتها مدينة القدس الشرقية. الكونجرس الأمريكي أصدر سنة 2000 قرار يقضي بنقل السفارة، لكن الرئيس الأمريكي آنذاك وقتها كان جورج بوش الابن أجل تنفيذه التزاما بسياسة الحفاظ على الوضع الراهن زي ما هم كده، التي طبقها الرؤساء الأمريكيون من قبله والرؤساء اللي بعده اللي كان أوباما الله يسامحه بقى مطرح ما هو قاعد دلوقتي. وللوضع في مدينة القدس أهمية خاصة لدى عمان، إذ أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية بالأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وبقية أوقاف القدس. يعني كل واحد برضو بيدور على ليلى زي ما بيقولوا. بس يعني الهيصة اللي طلعت دي وحرقوا الأعلام وطلعوا في الفلسطينيين ومش عارف ايه، ممكن تكون فكرة، بس على فكرة ده كان قرار وموجود من سنة 2000. في ناس بقى ليها حبوا يعني ينيموا الأمور
رئيس ولا رئيس، يا عالم هو هياخد الشعلة كده وراهم ويكمل وينيم برضو، ولا هينفذ ولا ايه، محدش عارف، هيبان. بس الدنيا ولعت والميديا ولعتها اكتر واكتر بسبب قرارات اوريدي كانت متاخده، يعني اوريدي موجوده، الراجل ما زادش عليها او ما اضافش عليها، هيبان في الفتره اللي جايه. وده يعني الملك عبد الله بيعتبر اول رئيس او اول ملك عربي يقابله ترامب بعد الرئاسه. طيب ناخد الست الكل. ست الكل ام عمار، اهلا بيكي. مساء الخير حبيبي. مساء النور، اهلا بيكي. عشانكم حبيبي اختي عزيزه. اهلا بيكي. شينا شينا حبيبي. انا مقبله اخويا، انا ناطره. ربنا يخليكي. شكرا. ربي يحفظكم حياتي. يخليكي يا رب. عزيزي وحشتكم. ربنا يخليكي كمان. ميرسي على محبتك. اهم اهم شيء سلامي على اهل القناه واحد واحد. ربنا يخليكي. ميرسي. يوصل حبيبي. يوصل عزيزي. هو الجواب طوفان نوح تكوين 6 والعدد 13، ففعل الله لنوح، فقال الله لنوح نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فهنا مهلكهم مع الأرض. اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر، تجعل الفلك مساكن وتطليه من داخل ومن خارج بالقاري. من العدد 13 إلى نهايته، إلى نهاية 22. شكرا ليكي. وصحاح السابع عن تكملته. شكرا. وهم سادو معامورة وبتكوين 19 منك. ربنا يخليكي. ميرسي حبيبتي. شكرا ليكي. ويحفظك. يخليكي لينا حبيبي. سلامي على هالقناة والربي يبارككم وما انت تعبكم حبيبي. شكرا. وانا معاكم ومعاكي حبيبتي. شكرا. شكرا. ربي يبارككم ويباركك. معانا ليليان. الو. اهلا بيكي. مساء النور. اهلا بيكي. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. منورين الشاشه انتوا الاثنين النهارده. ربنا يخليكي. ميرسي. ربنا كويس. شكرا ليكي. الاخبار بتقولوا على ترامب حلو قوي، ربنا معاه وباذن الله يبقى يعني يحقق لنا الحاجات اللي فسدت في عهد التاني. ربنا يديله الحكمه يا رب ويحافظ عليه. ربنا يحافظ عليه. امين. ممكن اجاوب السؤال؟ اتفضلي. طوفان نوح هو في تكوين 6 من اول بقى العدد 11، وفسدت الارض امام الله وامتلأت الارض ظلما وراء الله الارض فاذ هي قد فسدت، اذ كان كل بشر قد افسد طريقه على الارض، فقال الله لنوح نهايه كل بشر قد أدت امامي لان الارض امتلأت ظلما منهم، فانا مهلككم مع الارض. اصنع لنفسك نوح فلكا من خشب جف، تجعل الفلك مسكن وتطليه من داخل ومن خارج بالقار، لغايه اخر الاصحاح. شكرا ليك يا ليليان. شكرا ليك حبيبتي. شكرا ليك خالص. تابعي معانا لاخر الحلقه. متابعة مع حضرتكم لغايه اخر الحلقه ان شاء الله. شكرا. اتفضلي. ونسمع اخبار كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. بنحاول. لا كلها حلوه ان شاء الله. بتحاولوا ايه؟ برافو عليكم بصراحه، بتجيبوا اخبار كلها كويسه قوي قوي قوي. الحمد لله ان شاء الله دايما يا رب. معنا الاستاذ جاك. هلو جاك. بخير مدام هادي. اهلا. مساء الفل. مساء حضرتك. اهلا بيك جاك. اتفضل. خليني اختلف معاكم مره بقى. لا اتفضل معلش ولا هي ما من لا دي هتبقى تاني مره يا جاك، هبقى افكرك بالاولانيه بعدين. ماشي خليها تاني مره. انا مش موافق اللي عمله اسمه ايه ترامب. ماشي. عايز يمنع الارهاب ماشي، وانا ده معاه حق فيها، لكن امريكا عندها بنك بكل البني ادمين اللي في الدنيا كلها وكل افكار، يعني مش شرط ان امنع دخول الناس كلها. ده بصراحه كده بالطريقه دي لا تمام. اللي انا بتعرض فيه ليه كنت في مصر ما رضوش يتعرض غيري، وانا هنا في امريكا نفس الاسلوب نفس الطريقه. لما كانوا المسلمين بيعطونا احنا واحدة في مصر هو بدأ يعملها كده. طب انت عايزه يعمل ايه؟ هقول لك بصراحة كده. اقول بصراحة. صح. عايزين الصراحة. امريكا عارفة كل حاجة وعارفة ناقصة، مش بتراقبنا جوه بيوتنا وبس، ده بتراقبنا في افطارنا.
فاقدر ارجع اي وقت انا شاكك فيه ببساطه. طب والدخول هو بيكمن الدخول؟ امنع دخوله. لا في ناس تعرف منين وانت داخل؟ نعم. لا لا بيعرفوه لما اعرف ان اسره مسيحيه النهارده في مطار ما ده اللي لسه هنتكلم عنه فعلا. هنتكلم عنه. يرجعوها والناس دي اكتر ناس هو اتحد اتكلم عليهم قال لك مسيحيين الشرق بيتعرضوا لكذا وكذا وكذا. طب ما انت كده خلاص ظلمتنا. ومش انا على المبدا المبدا غلط. العدل الفير بيقول ان انا لا شاكك فيه ما تاكلوش. امريكا عندها بنك للمعلومات الشخصية عن كل واحد من يوم ما اتولد، بما فيهم هنا وبما فيهم اللي جاي من بره. ده انا شايف كده بصراحة. انما الطريقة دي طب انا هطلب من حضرتك طلب. انا اللي مختلفة معاك يعني. ما انا هقول لحضرتك بأمانة المسيح، الوضع اللي هو بيعمله النهاردة لو كان من 1400 سنة اتعمل في مصر مش كنا ما بقيناش زي ما احنا النهاردة؟ لازم اعرف لما يبقى في مرض، معلش هكمل حتة صغيرة بس، لما يكون في مرض بتبتر جزء المرض عشان بقية الانسان يعيش. القرار صعب، ما تفتكرش ان هي بسهولة عليه ان يدي قرار زي ده، بس اكيد معرفش، انا حاسة ان هو قرار قوي ومش مايع، وقال لهم في وشهم ان انتوا سبب كل المصايب في العالم كله. ماشي انا ما قلتش حاجه، بس هي مش بكده. امال ايه؟ خلينا ان احنا اللي احسن، احنا اللي افضل. كنا احسن من زمان يا استاذ جاك. وما زلنا. لو بيتداس علينا و معلش. لا ماشي. سياسه الرؤيه حاجه والمعامله ما بيننا وما بين البشر حاجه ثانيه. معاملتي معاك ومع عشرين مع فلان وفلان دي التعليم السيد المسيح، لكن الرئيسة احنا بنطلب ربنا ان يمسك قلوبهم، لان قلوب الملوك عند ربنا هو اللي يقدر يديهم الحكمة. احنا نصلي ان ربنا يديله الحكمة. انا مش بتكلم على القلب، القلب ده بتاع ربنا. انا بتكلم دلوقتي حكم القانون، احكم اللي هنا بقى بالعصا بالقانون، يا تلتزم بي باللي انا بقوله هنا يا في 60 داهيه. انما ما خدش اجراءات تتبنى ضد المبدا بتاع الانسان يعني بالاسلوب ده. معلش النهارده مصر معرضه انها تدخل للموضوع ده. على فكره في اخوه مسلمين زي الفل، هم كلهم مضطهدين في البلاد. وانا ما قلتلكش لا، ما هو في مسيحيين حضرتك لسه بتقول علشان في المطار وحصل لهم ان هم ما دخلوش، في ظلم. انا قلت كده هيبقى في ظلم بالظبط. النهارده المسيحيين بتوع الشرق الاوسط، تحيل شعب اشور والاشوريين العراقيين، تحيل الناس السوريين السوريان واللي بيحصل فيهم في سوريا، تحيل اقباط مصر. طب انت عملت ايه؟ ما انت خدتهم في الرجلين كده. انت ما خدتش دول بس، انت خدت كل العالم. على فكره هو مش بيمنع، هو لمده معينه، حاجه تمبراري، مش حاجه نهائية. يعني نهائيه، لان هيعمل عليهم سكريننج ويشوف ايه الخلفيات بتاعتهم. هي لونج بروسيس، بس الخطوه نفسها كان لازم تتعمل. المبدا يعني مش صح. انا شايف ان المبدا انا اصلي له واطلب من ربنا ان يديله الحكمه. طبعا ربنا اللي يعمل في الخير، لكن بس خليك متفائل وعندك ايمان. الواحد عنده ايمان، ما قلتش حاجه، بس عامة يعني المبدا غلط. المبدا الواحد برضه خليني فير، عشان الواحد يبقى فير. اللي ما اقبلوش على نفسي اقبله على غيري، لكن في نفس الوقت احكمني بالقانون. طب ما في ناس جوه هنا ضرب مش عايز اقولها يعني، ما تحكمهم من دلوقتي. انا عندي نظره بقول اكيد كل حاجه هتتم في وقتها. الراجل واخد قرارات وعايز يحمي بلده، انا معاه ان هو يحمي بلده. في حاجات كتيره بجد، لان خلاص كان خلى دي خطوه شويه قدام بعد ما يثبت. بس يعني النهارده لما يرفع مستوى المعيشه بتاع الامريكي، لما يعمل حاجات تاني كويسه، لما يظبط كمان دخول اللاتينيين امريكا اللاتينيه هنا في امريكا، انا معايا بعد كده. طالما عملت كده يبقى في اجراءات، عشان ما يقولش مسلم ومسيحي. انا ما بحبهاش في مصر وما بحبهاش في امريكا.
المبدأ واحد ما يتغيرش عندي، لكن هي خطوة ما ماشي. كلينتون كان عاملها وبوش اتكلم عنها وقال لك أنا أهل العراق، لكن ما نفذوهاش. ما تجيش أنت وتنفذها دلوقتي لأن ضد المبدأ، عشان خلاص فاض بيهم يا استاذ جاك، فاض بيهم. البلد بتروح منه سياستها يا مدام هايدي من البلد زمان. بتروح ان عايزين الصومال يروحوا مدخلين الصوماليين، لما عايزين العراقيين هم اللي دخلوا العراقيين، لما كانوا عايزين مش عارف ايه. ما كان من البدايه دي سياسه، ما تجيش تلعب في السياسه دلوقتي. ماشي انت كده هتطرد في ناس هنا مصريين بالهبل عندهم جرين كارد، بس لسه دول خلاص، دول لو نزلوا دول خلاص جايين، لان مصر هتدخل والسعوديه هتدخل. عامه هي ضد المبدا، انا ضد المبدا ده، لكن خلينا بس عشان الناس بس ما تزعلش. من حقك تقول رايك، واكيد ناس متفقه معاك. انا ما بقولش ان كل الناس متفقه معانا احنا، لا يعني فكرك صح. الظلم وحش، وخصوصا اللي مر بالظلم يعني وشافه. ما اللي ما يرضاهوش الواحد على نفسه ما يرضاهوش على غيره، ده المبدا اللي الواحد يمشي بيه. ترامب عنده حق في حاجات، الغي اتفاقيات تجاريه، ارفع من مستوى معيشه المواطن الامريكي، معاك حق. عايز تمنع ناس، ما يا سيدي والله تاني عندكم بنك معلومات لكل الارهابيين اللي في العالم. من الاخر كده، ده احنا هنا متراقبين في بيوتنا. من الاخر كده، فخليها كده، ما تكونش حاجه ضد مبدا الانسان. عامة مبروك لمصر كمان عشان عمالة تكسب في كأس الأمم في الأسرة الجاية. يعني ابتدى ربنا يرجع عن مصر شوية. لا 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 طبعا، حاجة تفرحنا طبعا طبعا طبعا. أي نجاح لمصر بيسعدنا يا جاك مهما كان. يعني الكرة الناس مدمنة كرة في كل مكان، سواء في مصر أو هنا، المصريين يعني في دمهم، حاجة في دمهم طبعا. صحيح ده من قلوبنا، كنا مبسوطين قوي قوي إن مصر يعني الولاد قدروا يوصلوا للمرحلة دي. نشكر ربنا، ربنا يكملها على الخير كمان ويحفظ الأمم الأفريقية، يروحوا الناس شوية في مصر. محتاجينها، ونصلي لمصر. أمين. العالم كله صدقني، ونصلي لأمريكا. أمين. بعض النبوءات وانتوا عارفينها اكيد، ان امريكا في طريقها مش عارفين اكيد، الواحد ما يتمنهاش طبعا. اصل هقول لك حاجه بامانه، يعني البلد دي فتحت قلبها قبل بلدها وارضها للعالم كله، للناس كلها، وادت فرص لناس كتير جدا. they abuse the system. بصي يا مدام هايدي، مفيش امبراطوريه في الدنيا كملت، مش هتبقى طبعا الامبراطورية الرومانية اكيد طبعا، هوا وبقت هوا بعد كده. امريكا للأسف يمكن الفترة الاخيرة خدت اتجاه السياسة بتاعتها، ومصيبة النبوءة اللي الواحد بكل ما يفتكرها، نقطة ان امريكا دي بتتفكك شكلها كده. ربنا يسترها يا رب على امريكا، ربنا يسترها على العالم كله وعلى امريكا طبعا. شكرا لك يا استاذ جاك. لا 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 ابدا، ما قلتش الاجابه، ولا انت اعتبرتها دي نبوءه؟ لا اما جت السؤال، الطوفان دي كانت اول عقوبه جماعيه. ايوه، كانت تكوين 11، ثاني عقوبه جماعيه كانت حق اهل سدوم وعموره، تمام، والثالث عقوبه جماعيه كانت، لا نسيتها، الثالثه خلاص كفايه. انا خايفه تقول الرابعه والخامسه تبقى مشكله. شكرا لك، شكرا. طيب معانا بنت الرب، هلو مساء الخير. هلو مساء النور. مساء النور، اهلا بيكي. بحييكم على هالبرنامج الظريف، انا دائما بتابعكم على الكمبيوتر، للاسف ما عنديش قنواتكم، كان عندي اول، كنت اشترك مع امل مع ناديا اليوسف، بسعدني كثير برنامجكم. بس بدي اجاوب الاخ جاك هذا اللي كان عاود يحكي انه الخطوة مش مظبوطة، بالعكس هاي خطوة يد الرب اللي عم تشتغل، لانه ابليس تفحل في هاي البلد لاخر درجة. وهاي ايد الرب هي اللي عم بتصحح، لازم نصلي انه الرب يضل مادد يمين على هذا الانسان اللي هو اختاره، ودائما الرب اعماله كاملة، عمره ما اختار امل وكان ناقص. الرب اختار لنا الافضل. يا اكيد الايمان. على فكرة أنا كمان يعني من دول عربية جاي، بس وأرمنية،
لكن احنا اضطهدنا كثير بكفينا لازم عاد ينحط حد. الارمن بالذات وهذول اللي طالعين عم بيحتجوا، وان كانوا لما تفجرت في الكنيسه البطرسيه لما ماتوا الاطفال والنسوان، وان كانوا لما انعدم 21 شاب مثل الورده تحت السكاكين كان طلعوا احتجوا. لا ولا حد بيسال. هلا احتجاجهم طالع؟ أنا معاه وصلواتي عم تدعمه، كل يوم بقرأ له مزمور 91 الساكن في ستر العلي بدل القبور. أمين 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 حبيبتي، جميلة أنت، جميل كلامك، وإن شاء الله الرب راح يدمعه ومتغطي بدمه وراح تتحرر أمريكا والعالم كله من قبضة إبليس اللي كانت بإيد الأوباما، راح تتحرر كلها بإذن الرب يسوع والدم الصليب. امين يا حبيبتي، امين حبيبتي، بصلوات الناس الحلوه اللي احنا نعترض عليه ونقول ان الخطوه اللي عم نخطيها هاي خطوه غلط، بالعكس لازم احنا نسانده بصلواتنا ونطلع احنا نقول له يحييك على اللي عم تعمله. يا رب يخليكي، ميرسي يا حبيبتي، ربنا يصلي له دايما. وانا اسمع برنامجكم وبرنامج ايمان نبيل، وصليت كثير للانتخابات حتى مش بس انا طبعا، كل العالم كله، كل حبيبتي. العالم كله، كل من يحب كلمة الرب إنه تعلى وتوصل للسلمة. أمين أمين حبيبي، بالعكس إن شاء الله يا رب يمد يمينه ويضل ينظف البلد من كل الزبالة الموجودة فيها. يا رب ربنا موجود حبيبتي، بصلواتكم وصلوات الناس اللي قلبها حلو إن شاء الله. أنا رح أصلي لكم الرب يحرسكم ويضلكم إن شاء الله سنة بمنارة. أمين تعلن كلمة الرب دائما. يا رب يخليكي، امين امين يا رب. عندك الاجابه يا ست الكل، ان شاء الله مصر ما تتحرر من زبالتها. يا رب لما كانت شيوخ مصر لما بيطلعوا وبقعدوا بمزعوا الانجيل وبتفوا عليه وبيبولوا عليه، وينهم؟ ليش ما طلعوا هذاك الوقت يعترضوا؟ يا ربنا موجود حبيبتي، ربنا موجود. لكن هو قال سيكون لكم ضيقة في العالم لكن ثقوا بأني قد غلبت العالم. هاليلويا، بلشنا نغلب. أمين يا حبيبتي، قوة دم صليبه. أمين حبيبتي، أمين. بصلي لكم إن شاء الله دائما تضلكم وتضل مصر وكل إخواننا في المسيح وكل العالم. كل العالم. لأن إحنا بنصلي لعدوينا قبل ما نصلي لنفسنا، أحبوا أعدائكم. أمين يا حبيبتي. إحنا هيك متربيين. ربنا يخليكي لينا. Thank you, ليك. امين يا رب، يخلي ان شاء الله يا رب بعلم السلام والحب على العالم كله. امين. وتكون هاي خطوته يحرر منها العالم من قبضه ابليس. امين يا رب، امين يا حبيبتي. انا كثير فرحانه انا في اني قدرت احكي معاكم. واحنا اكثر. يا رب يخليكي، احنا كمان سعاده جدا. صلونا دائما بصلواتكم. امين يا حبيبتي. معاكي حبيبتي، يا رب يدبر لك كل خير. امين. حابه تردي على السؤال تقول لنا الاجابه. اذكر اول عقوبه لهي إلهية، عقوبة، أول عقوبة إلهية جماعية في الكتاب المقدس. الطوفان اللي صار. ماشي يا بنت الرب، ربنا يخليكي لينا يا رب. شكرا حبيبتي، يا سو معاك. آمين يا رب، آمين. يا سو معاك يا حبيبتي ويسندك، شكرا لك، شكرا لك. شكرا حبيبتي، شكرا. مع السلامة. كنا بنتكلم ما هو الخبر بتاع الأسرة المسيحية السورية؟ هقول بس الخبر بتاع الإعلام، الفساد الإعلام هنا في أمريكا. نشوف الصورة. معلش نشوف الصورة، الخبر نمرة 5. هنا بقى الإعلام واللعب بالإعلام. عاجل أنصار الرئيس الأمريكي ترامب يحرقون أكبر مركز إسلامي في أمريكا. بدأت الحرب ضد المسلمين في أمريكا، شاهدوا يا مسلمين ماذا فعل الإرهابيين الحقيقيين بأكبر مركز إسلامي في أمريكا، شاهدوا أنصار المجرم ترامب. هذه العنصرية ستلتهم الأخضر واليابس، حسبي الله ونعم الوكيل. شاركوا الفيديو، طبعا هو ما كانش فيديو، هو متصور كأنه فيديو، وطبعا خبر كاذب. مفيش بني آدم هيحرق مسجد، ما افتكرش، مش هتوصل للدرجة دي وما حصلتش ولا هتحصل رغم كل الأذية اللي بتتاخد هنا في أمريكا وفي العالم كله ضد المسيحيين والأديرة والكنائس والبطرسية، لسه جايبين سيرتها. احنا
معانا فيديو، نشوف الفيديو ده مع بعض ونرجع لكم مرة تاني. They said, what's going on? And who knows what it is? You know the famous Trojan horse. I mean, is this a Trojan horse? I read this the other day and I said, wow, that's really amazing. You cried the woman. And you've bit me. Heavens, why? You know your bite is poisonous. And now I'm going to die. Oh, shut up, silly woman, said the reptile with a grin. You knew damn well I was a snake before you took me in. ملخص القصة اللي حكاها ترامب انه قرى القصة دي اثناء ما هو بينتخب. ست عجوزة بتتمشى عند النهر، لقت تعبان نصه خلاص رطن، خلاص بيموت يعني، ومحتاج ان هو يتنظف وكده. قعد يتحايل على الست عشان تاخده معاها البيت، فرحبت بيه ودخلته البيت وحضنته ودفته ونظفته لغاية ما اتدفى وابتدى يبص لها، فبتقول له أنا لولا أن أنا جبتك ودفيتك وعملت واهتميت بيك كان زمانك ميت. فنفش نفسه وراح عضدها عضة قاتلة، فبتقول له بعد ما أنا عملت فيك ده كله بدل ما تشكرني بتعضني بالسم وأنا دلوقتي حموت. راح قايل لها أنت عارفة من الأول وأنا جاي أن أنا سنيك، أن أنا تعبان، انت بتدخلني، انت دخلتيني البيت وانت عارفه ان انا تعبان. لما النهارده ترامب بيحكي القصه دي واحنا شفناها متركبه مع الصور، شفتوا الصور للاجئين؟ انا ما بقولش ان كلهم كده يا جماعه، بس حتى لو 1% من مليون عدد لا يستهان بيه، بيخربوا الدنيا وبيأبيوز السيستم وبيبوظوا البلاد. يعني يا ريت داخلين فكر ان هم هيكدوا ويكافحوا ويشتغلوا ويقفوا على رجليهم، لا، هوملس في الشوارع ومعتمدين على اكل وإعانة الحكومه. يعني حقيقي مش عارفه اقول ايه، يعني كون ان الرئيس حكى القصه دي حقيقي تمثل واقع حاضر، واقع موجود للاسف. هو واضح اكتر يا هايدي في الدول الاوروبيه سواء ألمانيا أو فرنسا، واضح جدا جدا، لأن شفنا يمكن اللقطات من الفيديو أو الكليب اللي مشغلينه ده، إزاي بياكلوا، إزاي بياخدوا الأكل من بعض، يعني حاجات كتير قوي طبعاً حسناها في الكليب ده. يعني ممكن تكون شكل القرار البعض شايفه أنه عنيف، خارجي عنيف، لكن الحالة تستدعي. معنا مكالمة الأستاذ جورج حبيب. ألو، متأسفين اتأخرنا على حضرتك، اهلا بيك. لا ولا يهمك استاذ عايدي سعد واستاذ شيرين، اهلا بيك. خليل الحمد لله على السلامه. اهلا بيك، شكرا، اتفضل. جبت السؤال، جبت السؤال الاول، اتفضل. هو فلك نوح، فلك نوح صح، 6-0 التكوين من اول عدد 11. شكرا ليك، يا ريت تتابعنا لاخر الحلقه ان شاء الله. شكرا، شكرا استاذ جورج، ربنا يخليك لينا. شكرا. هاجي للخبر اللي كان قاله الاستاذ جاك من شويه، هو فعلا تم منع اسره سوريه مسيحيه من دخول الولايات المتحده. قالت مصادر في مطار بيروت ان الاسره السوريه من الطائفه الارثوذكسيه اعيدت الى بيروت من مطار فيلادلفيا بعد سفرها من لبنان إلى الولايات المتحدة. وأضافت المصادر أن الأسرة المؤلفة من 6 أفراد منعت من دخولها الولايات المتحدة وفقا للحظر الجديد الذي فرضه الرئيس الأمريكي ترامب. وأوضحت أنه تم ترحيل العائلة من الولايات المتحدة إلى لبنان بعد توقفها في الدوحة. المصادر الأمنية قالت أن الأسرة السورية المسيحية أعيدت تطبيقا للأوامر الصارمة الجديدة التي أصدرها الرئيس الأمريكي بشأن الهجرة. كان ترامب قد أعلن يوم 27 يناير أنه يعتزم منح الأولوية
للطلبات في الطلبات اللجوء للمسيحيين السوريين، وده طبعا ما تمش. على الجانب الآخر أعزائي المشاهدين، في السلطة في نيويورك بتسمح للممنوعين من الدخول بالدخول إلى نيويورك، وده أول تكسير لقوانين ترامب. بس تخيلوا نشوف الكلاب ونشوف مين اللي دخلوا. خلونا نشوف الفيديو ونرجع لحضراتكم، تفضلوا. ده الرد على اللي مش عاجبه. يعني ولاية واشنطن بترفع قضية ضد مرسوم ترامب بالحظر بالسفر، وقال النائب العام لولاية واشنطن أنه رفع قضية تطعن في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. دلوقتي يمكن هنلاقي بعض الولايات على حسب بقى الحاكم بتاعها. نيويورك دخلت برغم القرارات، فيلادلفيا رجعت برغم القرارات، واشنطن رفع قضية، يا عالم كاليفورنيا يمكن محطوطة أصل في البلاك ليست عشان شوية هي كمان، وغيره وغيره. النائب العام بيقول إن لا أحد فوق القانون ولا حتى الرئيس وفي قاعة المحكمة، فإن الدستور هو الذي يسود وليس الصوت المرتفع. ده رأي حاكم واشنطن. تقول الشكوى أن حظر السفر يفرق بين العائلات ويضر بها ويقوض مصلحة واشنطن السيادية في أن تبقى مكانا يرحب بالمهاجرين واللاجئين. قدمت العديد من الشركات الكبرى في ولاية واشنطن ومن بينها أمازون شروحات توضح فيها تأثيرات قرار ترامب على عملها وموظفيها. حاكم واشنطن قال إلى حين يحاسب الكونجرس هذه الإدارة على الأضرار المعنوية والقانونية الواضحة التي يعاني منها أبرياء، وهم الأشخاص الملتزمون بالقانون الذين يدخلون إلى بلادنا، فإن الولاية هي المكلفة بحماية وحفظ حقوق الأشخاص الذين يعيشون عليها داخل حدودها. هو حضرتك هم فعلا ملتزمين بشؤون بالقوانين فعلا وداخلين بالقانون، لكن هل تلتزموا بيه بعد ما يحطوا رجليهم على الأرض؟ دي إجابتها بقى أعتقد أنت يعني مش شايفها، ودي حاجة بقى لا يعلمها إلا الله. تدعو القضية المحكمة إلى تحديد موعد جلسة استماع خلال أسبوعين، وهنعرف النتيجة وهنوافي حضراتكم بها. شركة جوجل بقى عملت حاجة جميلة قوي، عملت صندوق أزمة بقيمة مليوني دولار، وجمعت مليونين آخرين بتبرعات من موظفيها لمنحها لمؤسسات ترعى المهاجرين اللاجئين في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع دخول مواطني 7 جنسيات. ومنحت الشركة العملاقة الأموال لأربع مؤسسات، هي الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، مركز الموارد القانونية للمهاجرين، لجنة الأنقاذ الدولية، والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حسبما نقلت تقارير صحيفة أمريكية عن المدير التنفيذي لجوجل ساندر بيتشاي. مش وحش أنهم يساعدوا الناس دول، الناس دي فعلا محتاجة، احنا بنقولش لا، زي ما قالت هايدي كمان هي مع قبول الناس دي، بس فعلا اللي محتاجين لأنهم يلجأوا أو يفروا من بلادهم اللي فيها مشاكل. لكن زي ما احنا شفنا، ما في أسرة من 6 أفراد مسيحية رجعتها ولاية، واضح جدا إن الولايات كل واحدة فيهم هتطلع بقرار خاص بيها على حسب الولاية دي توجهاتها إيه، مين اللي قاعدين على كراسي الحكم، مين اللي ماسكين شؤون الهجرة في الولايات دي، علاقتهم ايه بالاخوان المسلمين او بالمسلمين او whatever. الناس دي مالين دماغهم بشكله ايه. في ناس التزمت وفي ناس ما التزمتش. يا ربنا يدي حكمة للكل ويوفق بقى، لان الفترة اللي جاية هيبقى فيها كعبالة كتير قوي. والصحيح اكيد في ناس بالظبط، في ناس هتلعب بالموضوع ده.
برضو لسه متابعين مع قرارات ترامب. هنشوف فيديو، بس قبل ما نشوفه، الرئيس الأمريكي ترامب يفجر مفاجأة: سأستقبل السوريين ولكن بشرط. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة 27 يناير أنه يعتزم منح الأولوية خلال النظر في طلبات اللجوء في أراضي الولايات المتحدة للمسيحيين من سوريا. وفي رده على سؤال حول هذا الشأن، قال ترامب: يتعرضون المسيحيين لتعامل سيء جدا، ومن المستحيل أو من الصعب جدا على الأقل أن تصل إلى الولايات المتحدة حال كونك مسيحي من سوريا، وإذا كنت مسلما لكان ذلك بإمكانك، لكن إذا كنت مسيحي فهذا كان أمر مستحيل تقريبا. وأشار ترامب إلى أن المسيحيين في سوريا يتعرضون لمعاناة بشكل أكبر بسبب أعمال الإرهابيين، موضحا أنهم أي الإرهابيين يقطعون رؤوس الجميع لكن رؤوس المسيحيين قبل غيرهم. وأعتقد أن هذا غير منصف على الإطلاق، ولذا سأساعدهم، أي يعني هساعد المسيحيين. هنشوف الفيديو مع بعض ونرجع لكم تاني. Persecuted Christians, we've talked about this overseas. Right. The refugee program that, or the refugee changes you're looking to make, as it relates to persecuted Christians, do you see them as kind of a priority here? As yes. A, as a you do? Yes, they've been horribly treated. Do you know, if you were a Christian in Syria, it was impossible, very, very, at least very, very tough to get into the United States. If you were a Muslim, you could come in. But if you were a Christian, it was almost impossible. And the reason that was so unfair is that everybody was persecuted, in all fairness, but they were chopping off the heads of everybody, but more so the Christians. And I thought it was very, very unfair. So we are going to help them. He's going to help them. يعني احنا بندي كريدت لانك بتفكر فيهم طبعا، ولكن بنتصلي ان فعلا ربنا يديك كل الحكمة انت محتاجها جامد قوي اليومين دول. هو انا بس عايزه اعرف، يعني هل الشخص المسلم العادي مضطهد في ايه عشان يجي لاجئ هنا؟ يعني مضطهد في ايه في بلده؟ انت بتتكلمي دلوقتي في الدول العربيه اللي فعلا المسيحيين فيها مضطهدين، يمكن انت معاكي اخبار المسيحيين متبهدلين حتى في الدول اللي مش ممنوعه. صحيح. مش من ضمن السبعه اللي موجودين. لكن الـ 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 المسلم العادي مضطهد في ايه في بلده؟ انت هنا بنقول لك استنى شويه، ما بنقتلكش وما بنذبحكش وما بناخدش بناتك وما بناخدش اموالك وما بتبقاش قاعد في امان الله ونذبحك وحاجات كده. ما بيعملوش كده هنا، هو بس اللي طلبه 3 شهور يظبط اوضاعه ويشوف الدنيا فيها ايه ويعمل ما قالكش ما انتش داخل، قالك اديني مهله 3 شهور ما حدش هيدخل دلوقتي. كتير احنا كنا طالبين من الرئيس السيسي انه يقفل الحدود لما كان في مشاكل وجنودنا بيتقتلوا كل يوم في سيناء، لكن ما عملهاش الراجل، ما اعرفش ما عملهاش ليه، وستيل فاتحين لهم معبر رفح من كام يوم على البحري، ادينا مستنيين حاجه جديده يعني لا قدر الله. في ناس ليها تفكيرها في السياسه، والراجل بيقول لك مش فير ابدا ان انا اسيب اللي بيتقتل هناك وامنعه انه يجي لاجئ. لاجئ يا جماعه، لاجئ يعني مش عارف يعيش في البلد اللي هو فيها. طب لكن انت يا مسلم يا عادي، مشكلتك في بلدك ايه؟ ايه؟ بالعكس انت هناك ما عندكش اي مشكله، المشكله للناس دي. انتوا شفتوا العراقيين عملوا فيهم ايه؟ البنات والستات العراقيين وصلوا لمرحله شكلها ازاي؟ والسوريين بعد منهم. فيعني دول اكتر ناس محتاجه ان يتمد لهم ايد المساعده. واذا هو فعلا قدر يعمل ده ويوصلهم هنا لبر الامان، صدقوني الناس دي مش هتلاقي من وراهم شر ابدا ابدا. لكن انتوا بتدوروا على حياه افضل من حقكم، بس انتوا محدش عارف الشر اللي في دماغكم واصل لانهي ليفل. بس في شر، اول ما هتطوله اول ما ايدك هتطوله مش هتسيبه. فيعني هو الراجل بصراحه يعني كان باصص للناس اللي فعلا فعلا تستاهل المساعده. خليني اوصل معاكم الخبر. كان انا مكالمه لسه في هو انا غالبا اهلا يا مون مدام هايدي مدام شيرين. اهلا بيكي. وحشتوني معلش كان عندي ظروف خلتني ما بتكلمش. وحشتينا وشفت الاعاده ومعلش. لا ولا يهمك.
انا اسفه لو بروح المغرب بتتكفى ما بسمع صوتكم. ربنا يخليكي. بحس ان انا حد افتقدني حبيبي. ربنا يخليكي لينا. ميرسي ميرسي يا حبيبتي. اول عقوبه هي بتاعت نوح. اتفضلي ماما. اتفضلي. الاصحاح في تكوين. اوكي. نوح وهي بعديها ربنا قال انا هسامح الشعب وعمل قوس قزح. طيب يا مول خليكي معانا. لا ما هو مش هنقول. لا مش هنقول بقى. خليكي معانا لاخر الحلقه. حاضر يا حبايبي. حاضر حبايبي. شكرا ليكي. انا المهم انتوا احسكم معايا وصلوني. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي. صلوات العدو القديسين. مع السلامه ان شاء الله باذن المسيح. باي باي. معانا الاستاذ هنري. الو. الخط اتقطع. يا ريت يكلمنا مره تاني. معلش قوي يتواصل معانا. طيب نيجي للخبر اللي يمكن يعني الناس اتشدت قوي ليه. كان اللي حصل في مسجد كيبك في كندا اللي مات فيه 6. شهود العيان بيقولوا ان الجناة ارتدوا اقناع وكانوا بيصيحوا الله اكبر. الحادث ده اتصاب فيه 8 كمان. وعندما فتح مسلحون النار على مسجد المركز الثقافي الاسلامي بمدينة كيبك بكندا اعمارهم بتتراوح من 35 ل 70 سنة. وده كان أثناء صلاة العشاء. فتح المسلمين النار على المصلين حسب ما أكد مسؤول من المسجد. رئيس الوزراء بقى جاستن ترودو قال في بيان: ندين هذا الهجوم الإرهابي على المسلمين في مركز عبادة، فيما فرض الشرطة طوقا أمنيا حول المسجد. مين الشخص ده؟ اسمه محمد خضير. محمد خضير من أصول مغربية، عمره 27 سنة. أعلنت إذاعة كندا أن أحد منفذي الاعتداء على المسجد شاب مغربي، وقال أحد أئمة المساجد أن الضحايا هم مغربي، جزائريين، تونس، وآخر من أصول أفريقية، وأن الشاب التونسي الذي لقى حتفه هو بوبكر السبتي الذي أكدت خبر وفاته زوجته. الشخص ده متزوج وله طفلين من وهو من مواليد 1972 زي ما قلت لحضراتكم، وذهب الى كندا في اطار الهجره الشرعيه. يعني الراجل كان بيس ودخل كندا شرعي وعمل اللي عمله. الاول كانت الدنيا باينه ازاي يعملوا كده في مسجد وفي كندا واوا والمسلمين مضطهدين. طلع المسلمين قاتلين مسلمين. دي كان يعني من الاخر كده، دول قاتلين دول. شيعة سنية. طلع واخد مثلا فلوسه واكلها عليه. طلع لا ده عنده مشاكل. بيقول الله اكبر يا شيرين. يعني انا بتكلم عن ايه النفسنة ما بينهم وبين بعض كانت ايه الدواخل. الله اعلم. بس ده مسلم وده مسلم. مش تم اهانتهم في الدول الاوروبيه. وطبعا زي الميديا بقى شعليله الدنيا والاخبار و و و بس كويس قوي ان احنا وصلنا للنتيجه. خليني اخد مداخله الاول وبعدين نكمل اخبارنا معاكم في كندا، وهنقول لكم يطلع مين بقى رئيس وزراء كندا وعمل ايه اليومين اللي فاتوا. هلو مساء الخير. الو. طب معانا ماجده. الو. عايزه اجاوب. اتفضلي حبيبتي. ايام نوح الاجابه. ايام نوح. اوكي. اول عقوبه كانت الطوفان. طيب شكرا يا ماجده. ميرسي حبيبتي. طيب. الله يخليكي حبيبي. ميرسي خالص. شكرا ليك يا ماجده. ربنا يبارك خدمتكم. يعني ميرسي. باي باي يا حبيبي. مع السلامه. باي يا حبيبي. باي باي. طيب يعني لحد ما تيجي المداخلة أو لو سمعتيها هايدي، لأن واضح أن أنا عندي مشكلة في الانجليزي. رئيس الوزراء الكندي بيقول أن الكنديين سيرحبون بالفارين من الاضطهاد والإرهاب والحرب. ونشر رئيس وزراء كندا جاستن ترودو على صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة بتقول: إلى أولئك الفارين من الاضطهاد والإرهاب والحرب، الكنديون سيرحبون بكم بغض النظر عن عقيدتكم. قوتنا في تنوعنا. مرحبا بكم في كندا. طبعا هو بيرد على ترامب، وكلنا عارفين الشخص ده طبعا كويس قوي وازاي وصل للمكان اللي هو فيه. بس خلوني اشارك حضراتكم هو عمل ايه واخد مين رئيس للهجره، وزير قصدي للهجره والجنسيه بكندا. احمد حسين كندي الجنسيه وصومالي، لاجئ صومالي.
10 يناير الشهر ده أدى أحمد حسين اللاجئ الصومالي والذي جاء إلى كندا عام 93 اليمين الدستوري كوزير الهجرة والجنسية في حكومة جاستن ترودو الليبرالية خلفا للوزير السابق جون ماكلوم والذي أصبح سفيرا لكندا بالصين. حسين مواليد 75 كان أول كندي من أصل صومالي يفوز بمقعد بالبرلمان، كذلك أول كندي صومالي ينال منصب وزيرا بكندا. درس حسين التاريخ بجامعة يورك قبل دراسته القانون بأوتوا، بعد ذلك عمل مساعدا للزعيم السابق للحزب الليبرالي بأونتاريو، كان رئيس المؤتمر الصومالي الكندي، وزير الهجرة الجديد، أب لطفلين، ويجيد اللغات الخاصة بالصومال والإنجليزية طبعا. من التوليفة دي كده وزير الهجرة هو كمان مين وصله للكرسي اللي هو فيه، مشاركته ليه للمسلمين في كندا بالشكل اللي احنا شفناه يمكن على مواقع التواصل الاجتماعي والميديا، انه كان بيشاركهم بالجلابية والشبشب والبتاع اللي بيلبسوه ده، واضح ان يعني ان هو ليه فكر كمان، هو كمان في كندا وفتح لهم البيبان. كلنا عارفين ان كندا كانت من الصعوبة او يعني ليها طريقتها انهم يدخلوها، لازم ما اعرفش يبقى معاه ايه وايه وايه وحاجات كتير قوي، لكن دلوقتي هو فتح الباب للاجئين. بس واضح جدا برضو زي ما ترامب محدد اللاجئين اللي يخشوا، اعتقد هو كمان بالخبر ده محدد مين اللاجئين اللي يخشوا برضو، صح؟ يعني بخلي دول هنا ودول هنا ودول فيعني عشان نريح الاثنين، يريح الاثنين. ربنا يرحمنا، امين. معانا مكالمه من صديق القناه. الو الو، اهلا بيك. اهلا وسهلا، مساء الخير يا منورين. يا مساء الفل، اهلا بيك. اهلا بيك، بنعتذر على الاطاله. لا معليش، بس بقول لك انا مع الاخت شيرين بالكلام 100%. احنا في كندا اصبحنا دولة اسلامية وفي امريكا دولة مسيحية. لا احنا لسه ما بينيش، احنا يا رب هنكون كده ان شاء الله. لسه شوية هنبقى ممكن نخليكم تيجوا تزورونا بقى. لا احنا عايزين ترامب تاني في كندا، عايزين ترامب تاني في كندا، ده حال الكنديين. بيصلح الوضع يعني، احنا هو لسه ما بص قوي عندكم الوضع. لا الوضع عندنا سيء يعني، هو بيعاند ترامب. أنا هو بيعاند ترامب. بصراحة بيعاند ترامب، وترامب لا شكله صغير في السن، ما هو هم مسيطرين على رب يسوع اللي أعطاه القوة، إنه يعطي هذه القوة في أمريكا، والناس رايحين على أمريكا عايزين يعرفون ايه امريكا، وجايين على كندا. اللي انا بناصر الاخت شيرين بكلامها في كانت او ايام انه صعوبه وصول الى كندا، اليوم سهوله لوصول كندا، والناس محدده. نعم. وانا بحيي رئيس الهجره احمد حسين، صومالي، في صومالي كان داخل، انا جبت العائله كلها صوماليين. هلو الو، خط قطع. معلش تفضل. الو، ايوه سامعينك، تفضل. على كل حال انا مهتم بالبرنامج ده جدا، وربنا يخليكم وتعطوا ده مش برنامج بيني وبينكم، ده برنامج سياسي محترم. شكرا ليك، ربنا يخليك. ما بيننا وبينك برضه. شكرا ليك. لا انا بيننا وبين الاخر. انا بالنسبه لي بحيي اخت شيرين. شكرا ليك. ومدام هايدي انت طبعا منوره. ربنا يخليك، ربنا يخليك. وانا عارف انت عندك شويه صحه يعني، مش انا حاولت بالمكياج على قد ما اقدر عشان يعني هي هايدي طالعه غصب عنها عشان دور البرد اللي هي عندها بصراحه، كتر خيرها، بس يعني اصرت انها تطلع لان الاحداث كثيره جدا جدا. ما كانش لابد ان تطلع، ولا بدون هايدي البرنامج ما ينفعش. لا 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 ما تقولش كده. لا 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 شيرين كمان
شكرا لا لك. هو شيرين المفتاح. احنا الاثنين بنكمل بعض. شكرا ليك يا استاذ. شكرا ليك. يلا سلام ونعمة معك. ربنا يخليك. شكرا لحضرتك. مع السلامة. شكرا لحضرتك. طيب انت خلصتي خبر أنا كندا. انا خلصت كفايه على كندا كده. لا انا هنقل برضه على كندا. عندي خبر برضه من كندا وفيديو. ساندرا سليمان السعودية هربت الى كندا بعد ان حاولت اسرتها قتلها بتهمة جريمة شرف. حصلت على حق اللجوء في كندا. تعمل الآن ناشطة هناك ضد تطبيق الشريعة الإسلامية. هنشوف الفيديو وهي بتقتحم قاعة البرلمان الكندي وتصور على قرار حكومي كندي يسمح بإلقاء الخطب والمواعظ الإسلامية في المدارس الكندية، وتقول فيه أنا هاربة من معتقل المسلمين السعودية. هو هحاول ان نشوف الفيديو. انا اسفه لو في اي كلام ممكن يضايق حد، ولكن ده رد على اللي قالته شيرين والخبر اللي قبل كده عن الاحداث اللي بتحصل النهارده في كندا. نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني. وسيلتنا والموت في سبيل الله اسمى غاياتنا. They wanna die for Allah. They gonna eat your kids. Please move aside. Your kids. Your kids. Please. 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 Hot. Get your hands off the woman. Please. Please. Islam. Fuck Islam. Islam is shit. Islam is garbage. انا اسفه لو في اي الفاظ خارجه، ولكن كان ده رد فعل ناس اوريدي هي كانت مسلمه من الواضح، او يعني كانت عايشه في السعوديه وهي سعوديه اصلا. رد فعلها في البرلمان الكندي ان هم عايزين يسمحوا بالوعظ والخطابات الاسلاميه جوه المدارس والجامعات، فهي بتعترض لان الكتاب بتقول فيه حاجات بتكره المسلم في غير المسلم. أتمنى إن الناس تعي ونفصل فعلا الدين عن الدولة. ما ينفعش يبقى فيه خطب وحاجات زي كده في المدارس لا المسيحية، زي ما أنتم مش سامحين بالمسيحية يبقى كمان بالحاجات الإسلامية. ربنا يدي نعمة وحكمة للرؤساء وأصحاب القرار في أي مكان في العالم بجد. أمين. معانا مكالمة. الو. الو. اهلا بيكي. اهلا بيكي اخت فريزة، اتفضلي. اهلا ازيك يا استاذة شيرين، واهلا بالاستاذة هاي. اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي. اتفضلي. اولا انا هقول حاجة، هي الشريط اللي كان بيتعرض ده لواحدة فلسطينية اصلا كانت عايشة في السعودية واتحكمت جدا جدا، وهي دلوقتي بتحاول فعلا تفهم الصورة اللي هي عليها الإسلام من هجوم للآخر أيا كان. يعني هي أصلا سعودية لأن اسمها ساندرا سلمان. فلسطينية. 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 عايشة في السعودية. بس تصحيحا للمعلومة بقى. أنا الخبر اللي عندي إن هي سعودية. لا هي فلسطينية كانت عايشة ومولودة في السعودية. بس انت عارفه ان الناس ما بيدوش الجنسيه. مظبوط. لكن خلينا نتكلم عن الموقف ما بين كندا وامريكا. اولا كندا ما كانتش بتسمح لاي، وما زالت ما كانتش بتسمح لاي حد ان يجي اليها من خلال اجراءات راسيه يعني صعبه جدا. صح. ده سواء دكاترة أو مهندسين أو أي تخصص تاني لازم يبقى على درجات عالية جدا، ولازم يبقى مبالغ مالية كبيرة جدا بتبقى يمتلكوها، وكانوا بيقعدوا في السفارة يحللوا كل صغيرة وكبيرة. ما كانش في حاجة اسمها إن هم بيسمحوا لأي حد، ولحد النهاردة ما كانش في حاجة اسمها لاجئين إلا من خلال تسريبات معينة للشخصيات اللي هي زي ما وصل إليها
رئيس الوزراء واللي معينه للهجرة. لكن ليه اثارت حفيزه رئيس الوزراء ده قرارات ترامب؟ يعني النهارده لما يبقى انسان عنده بيت وفتح بيته لناس وعمل فيهم اللي ما يعملوش اللي ما تقدرش ولو بعد 100 سنه تعمله كندا زي ما عملت امريكا، وعاشوا بكل الحريات وبكل الامكانيات بتاعت امريكا خدوها، وكانوا للاسف غير محترمين البيت ولا صاينينه، وكانوا عمالين بيخربوا ويهينوا فيه وبيتامروا عليه. اي واحد عنده بيت ما يحترمش بيته ويحافظ عليه من الحراميه اللي داخلين عايزين يغتالوا كل براءه فيه ويطلعوه هو بره، هل ده حد هيقبله؟ وبعدين ازاي بيتكلمها ان هي ديت عنصريه ودي منع المطلق؟ النهارده لما نشوف كل الناس بالنسبه لاندونيسيا فيها 200 مليون مسلم ما اتحضرتش، باكستان 180 مسلم، بنجلاديش 145 مسلم، لا الاماكن اللي فيها داعش بس مظبوط، مصر فيها 70 مسلم مليون مسلم، كل دول موجودين ما حضرش فيهم. حصر الحظر لمين؟ لبلاد اسلاميه خربت نفسها بنفسها وما كانوش طايقين بعض وخربوا بعض وهجروا الناس واندس منهم الارهابيين للعالم كله. هم اساسا عناصر فاشله ادوا الخراب لبلدانهم. عايزين يخرجوا ما بين لاجئين، بعد كده بياخدوا مركز، وبعد ما بياخدوا مركز بيخربوا، ومن بسين اساسا ارهابيين. ادي النوعين اللي بيجوا من البلاد دي. حد يقدر يلوم ترامب؟ لا طبعا. الاعلام الكاذب عمال يشوه صوره انسان عايز. بصي هقول لك على حاجه يا اخت فريزه، الانحرافات الارهابيه دي كلها اخت فريزه معلش اذا كنت قاطعتك اخت فريزه، البيت الابيض ما سلمش من الاخوانيين، وزاره الدفاع نفس الحكايه. ليه الواحد ما يطهرش بيته من الخراب اللي وصل ليه؟ محدش يقدر يلوم ترامب، ونتمنى ان هو يكون قوي وبالشجاعه اللي يقدر فيها ياخد قراراته. شكرا ليك يا حبيبتي، ومحدش يقول له لا. امين. شكرا ليك. احنا محتاجين ان احنا نصلي ان ربنا يدي ترامب الحكمه، او عشان بس فاضل خمس دقايق وعندنا لسه شويه اخبار حابين نقولها برضو للناس. صدقيني انت عندك حق، واحنا فعلا محتاجين نصلي للرئيس وربنا يديله الحكمه. محتاجه صلوات فعلا، محتاجه صلوات جامده جدا، لان الحرب عليه شنيعه من الميديا للبلدان اللي هي اتاذت من هذا القرار، لكن ربنا موجود ويديله الحكمة. بشكرك جدا جدا جدا. حابة رجع السؤال؟ هلو؟ اسمعينا من التليفون حبيبتي، يا ريت تسمعينا من التليفون، توطي التلفزيون. هلو أخت فريزة؟ طب معلش. طيب خلاص، بشكرك جدا. شكرا لحضرتك. شكرا ليك. شكرا ليك. الخبر اللي بعد كده انت عندي نفق في لوس انجلوس، الناس اللي اتهروا بقى في الفري واي وتعبوا شويه، في خبر كويس ليهم. الملياردير إيلون بيفكر انه يحفر نفق تحت لوس انجلوس يجنبوا مشاكل الزحام المروري. يمكن ما حسوش بالمشكله دي غير الناس اللي بيستعملوا الفري وايز كتير او بيتنقلوا كتير في كاليفورنيا. قال الرئيس التنفيذي إيلون لشركة النقل الفضائي سبيس إكس أنه هيقوم بشراء آلة حفر كبيرة لإتمام هذا النفق. ما تمش الإفصاح عن معلومات كتير عن الموضوع ده، وطرح الفكرة من خلال تغريدة ليه على تويتر بيقول: ازدحام المرور يزعجني، وسأعمل على بناء آلة لحفر الأنفاق بغية البدء بالحفر من تحت مكتبي في سبيس إكس. أثار خطته موجة من التكهنات حول موعد الحفر، وهيبقى شكله إيه، وهيبقى منين وفين، ويعني علشان الوقت خلاص دهمنا. الطلاب في الهندسة
كلية الهندسة والمصممين في جميع أنحاء العالم بيشتغلوا دلوقتي على قدم وساق، كل واحد فيهم بيحاول يقدم النموذج اللي شايف إنه يناسب المنطقة دي ويناسب الفكر بتاع إيلون. يا ريت، عشان احنا متبهدلين قوي في الفريقوي. صحيح. طيب الخبر اللي بعد كده، تجهيز أسماء الإرهابيين المصريين بالخارج لإرسالها إلى ترامب. كشف مصدر أمني عن أنه يجرى حاليا تجهيز قوائم بالتعاون والتنسيق بين كل أجهزة الدولة فيما يتعلق بجرائم تنظيم الإخوان الإرهابي الذي وقعت من يوم 30 يونيو 2013 واستهدفت المصالح الأجنبية بمصر لإضرار بعلاقات مصر الدبلوماسية مع عدد من دول العالم. كما تتضمن القوائم إدراج أسماء عدد من التنظيمات الإرهابية المتحالفة مع جماعة الإخوان الإرهابية والتي صدرت بحقها أحكام وهم هاربين الآن خارج البلاد. وقال المصدر إن معظم المذكورين صادر بحقهم نشرات حمراء من قبل الإنتربول للقبض على عليهم، إضافة إلى ورود أسمائهم في قوائم ترقب الوصول بالمطارات والموانئ المصرية. برافو. في خبر سريع بس ما كنتش عايز اختم بيه، بس يعني كان في اخبار بعده. مستندات اعتماد شراء سيارات البرلمان 4 ملايين جنيه مقدمات 17 سياره و18 مليون لثلاث سيارات. طبعا شيء مستفز جدا، والناس طبعا مش لاقيه تاكل، لكن البهوات بيشتروا عربيات لتنقلاتهم. رد بقى النهارده، يعني ده كان خبر امبارح، الرد النهارده جه من الامانه العامه لمجلس النواب المصري يوم الاثنين. لو نكبر الصوره اللي رافع ايده ده، يا ريته يرفع ايده كده، لانه هو anyway احنا بنرفع ايدينا للصلاه بصراحه. رد وقال ان شراء سيارات مصفحه جاء لضروره امنيه تقتضيها تحركات رئيس مجلس النواب، لان الشخصيات الرسميه في الدوله مهدده ومستهدفه من قبل الجماعات الارهابيه، فهم شافوا انهم يشتروا السيارتين المصفحتين علشان خاطر تنقلاتهم الشخصيه. كل الملايين دي يا ساده، كل الملايين دي يا ساده. طب ما انتم يعني مظبوطين اهو، يعني ما عندكمش مشاكل ماديه، امال رابطين الحزام على الناس ليه؟ ما عادش خلاص الحزام اتقطع. الخبر اللي بعد كده عندنا، هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا الموظفات بيطلعوا الموظفين المسيحيات والمقاولين خارج المبنى عشان أو خارج المكاتب بتاعتهم عشان يصلوا الصبح والظهر وكده يعني. وطبعا بيشتكوا لأن في تضييع لوقت كتير جدا للعمل، هباء، يعتبر هباء، لان العمل يعني عباده، فاحنا لما نقول العمل عباده يبقى هو كانهم بيصلوا وهم بيعملوا. خبر تاني سريع، هو المفروض ما يبقاش سريع بس لازم اقوله، كتاب بالجناح. احنا عارفين ان طبعا دلوقتي في معرض القاهره الدولي للكتاب، في كتاب بالجناح بتاع الازهر في المعرض بيقول البسوا المسيحيات اطواقا حديديه في رقابهن. مش المسيحيات بس على فكره، يعني كاتبين على موضوع كبير، ولكن في جناح الأزهر بيحطوا كتب بتدرس في الأزهر وبتتباع في 56 ألف مخطوطة منذ تاريخ المطبعة البولاقية، وأكثر من 100 ألف كتاب مطبوع في القسم ومطبوعات للمعاهد الأزهرية رف كامل، وكتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. المهم كل الحاجات دي بيقولوا هم اللي بيقولوا، على فكرة ده الدستور بيقولوا ده منفستو لكل الأفكار التكفيرية من أول القتل مرورا بتحقير المرأة وصولا إلى أكل لحم الأحياء والأسرى، والذي يدرسه طلاب الثانوي في الأزهر، وفي فتوى تبيح أكل لحم أو أكل آدمي ميت إذا لم يجد ميتة غيره. الموضوع كبير جدا، يعني مش كون إن في كتب وبس موجودة في المعرض، ولكن كتب تكفيرية ومهينة للإسلام قبل ما تكون لأي حد تاني. يعني للي يسمع الكتب دي أو يقراها أو إن هو يفتخر إن هي موجودة في معرض الكتاب الدولي في مصر، دي إهانة، دي لوحدها إهانة.
إهانة. ما تلوموش بقى ولا على ترامب ولا أي حد إن هو عنده إسلاموفوبيا. في خبر تاني هقوله المرة الجاية عن عصابة لخطف الأطفال، حاجة محزنة جدا. وصلنا لنهاية الحلقة، نشوف مين اللي كسبان معانا. طبعا الأسئلة كلها الإجابات كلها مظبوطة. هو طبعا وانا يعني الخبر اللي معايا برضو هسيبه للحلقه الجايه، بس عايزه الرد من الحكومه. في فلوس مسكتوها وديتوها فين؟ يا ريت تقولوا لنا الفلوس اللي مسكتوها دي، يعني دي دخل للدوله، ودوها فين؟ جبتوا بيها عربيات؟ صدقي بقى الواحد ولا ايه بس لازم يسأل. ماجده الف مبروك يا ماجده، معلش كلمينا لو سمحتي ولنا العنوان بتاعك وهنبعت لك السبحه الجميله دي اللي من القس. يا رب تكون سبب بركه ليكي، ويعني كل الاجابات مظبوطه. ونشكركم على محبتكم ووجودكم معانا. يا رب نكون يعني ما قطلناش عليكم وضايقناكم بوجودنا معاكم النهارده، وتكون يعني قضينا وقت طيب مع بعض. بشكركم كتير، الف شكر. بشكرك يا هايدي. بشكرك يا شيرين. اعزائي المشاهدين، في نهايه الحلقه احب افكركم برحلة القدس، طالعين مرتين في أبريل من 13 ل 23 عشان نحضر النور هناك. كل سنة وانتم طيبين. كمان هنطلع في الخمسين المقدسة من يوم 16 مايو ل 26 مايو. اتصلوا بينا اديكم معلومات أكتر، هتنبسوا جدا. حقيقي رحلة العمر زي ما بيقولوا، ولكن اللي بيروحها بيرجع يعني طاير كده، ومش متخيل ان هو فعلا شاف الكتاب المقدس واقع ومشي على الارض اللي مشي عليها سيد المسيح. بشكركم اعزائي المشاهدين، واتمنى ان انتوا تكونوا انبسطتوا زي ما احنا انبسطنا، ونلتقي بكم الاسبوع القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.